السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج همسات مضيئة. معنا النهاردة همسة جديدة وهمسة مضيئة في برنامج همسات مضيئة. الأول أحب أرحب بضيف حلقتنا اللي منورنا، أستاذ أحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أريج لماكينات الطباعة. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، منورنا. الله يكرمك. أستاذ أحمد، قلت لنا إن أنتوا في الشركة عندكم بتساعدوا الشباب وبتقدموا لهم حاجة إن هم يبدأوا مشروعهم بمبلغ بسيط، ممكن توضح لنا؟ والله هو احنا نعرف بس نفسنا، احنا في البدايه شركه ناشئه من فتره مش كبيره قوي، يعني احنا بقى لنا حوالي 8 سنين في السوق. احنا بدانا تقريبا من الصفر، مجموعه شباب اشتغلنا مع بعض وحطينا خطه مدروسه كويس، وبدانا نمشي على الخطوات دي خطوه خطوه لغايه ما ربنا كرمنا وبقى لينا مكانه في السوق كويسه وبقى لينا اسمنا وبدانا نشارك في معارض دوليه وهكذا. جميل. طبعا اللي بتقدمه بقى للشباب ان هو يبدا مشروعه بمبلغ بسيط ومشروع مربح ومكسبه كويس جدا. ده حقيقي، ده بيحصل. طبعا ده بيحصل، بس هو الاهم من كده ان احنا يعني احنا بس مش بنقدم مشروع، يعني احنا الاهم ان احنا بنعلم الشاب ده يبدا ازاي حياته، يبدا يعمل خطواته ازاي، يحط خطته اللي هيبدا بيها منين، لما يشتغل وربنا يكرمه، طب يسوق ازاي، يبيع حاجته ازاي، ازاي يكبر زي ما احنا كبرنا. يعني احنا في بدايتنا كنا محتاجين حد بس يدينا معلومات، شويه معلومات عشان نبدا نحط رجلينا على الطريق يعني. فهو ده اللي احنا بنحاول نقدمه للشباب في البدايه. يعني انت وفرت تعب سنين كتير بالنسبه لشاب لسه مبتدئ حياته، وانت بتقدم له كل حاجه. طب ممكن بقى نوضح ونسرد للساده المشاهدين ايه الحاجات اللي حضرتك بتقدمها للشباب؟ والله هو احنا يعني على مر الفتره اللي فاتت او الزمن اللي احنا اشتغلنا فيه، قابلنا شباب كتير بيبداوا مشاريعهم وبيشتغلوا وما بيتوفقوش. فلما حطينا ايدينا على النقط اللي بتخلي الشباب دي يفشلوا ايه، فكان اول حاجه ان معظم الشباب بتبدا بدون خبره اصلا، بيسمع اعلان او دعايه حد يقول له اشتغل في المجال الفلاني او ده الحاجه الفلانيه بتشتغل وبتكسب، فبيشتغل وما بيعرفش يكمل، او يشتغل ويتفاجئ ان عنده مشاكل كتير ومعوقات كتير بتقف في طريق مشروعه. فاحنا حاولنا ان احنا نقدم الخبره دي للشباب قبل اي حاجه. بعد كده لما بيبدا يشتغل في مشروع بيتقابله مشاكل كتير في التسويق، ما بيعرفش يحط يسوق منين او يبدا ازاي، وبيتفاجئ ان هو صرف الفلوس اللي معاه وعمل مشروع والدنيا في الاخر وقفت معاه. فعملنا ورش عمل مجانيه في الشركه عندنا، ورش عمل بنشرح للشباب المشروع ده اللي هيشتغل عليه من الف لياء، من اول اللي يبدا. يعني انتوا بتعملوا للشاب دراسه جدوى، بتوفروا له كل حاجه. بدراسه جدوى وتدريب عملي على مشروعه قبل ما يبدا خالص، من غير ما يفكر يشتري حتى او يبدا مشروعه يعني. على سبيل ان هو لما يفكر يبدا يبقى عارف اوله واخره، عيب يبدا ازاي ويبدا منين وهيوصل لايه كمان ان شاء الله يعني. كويس، جميل. تمام. عشان فعلا شباب كتير بتبقى مقبله على الخطوه دي وبتبقى قلقانه، فبتبقى عايزه تعرف هتبدا ازاي، وبعد سنه هتبقى فين، بعد سنتين المشروع هيستمر، المشروع هيقف في النص. مظبوط. بتبقى محتاجه تطمن، فانتوا بتوفروا ده يعني للشباب. مظبوط. بيجي الشاب عندنا، بنشرح له كل حاجه عن المشروع من الالف ليه، بنشرح له كل حاجه مميزاتها وعيوبها ازاي علشان ما يجيش يتفاجئ بعدين بحاجه. بنقول له تشتري ايه بالظبط او ايه اللي انت عايز تعمله وتجيب له ايه عشان تبدا مشروعك مظبوط. وبعد كده بنشرح له خطط تسويقيه كويسه جدا علشان يشتغل على ارض الواقع ويشتغل اونلاين. انت عارفه دلوقتي الاونلاين اساس التسويق حقيقة. يعني السوشيال ميديا كلها. السوشيال ميديا عموما. فبنعلم الشباب كويس قوي ازاي يقدروا يسوقوا اونلاين، ويعني عشان ربنا يكرمهم ويشتغلوا ويكبروا يعني. جميل، كويس. بالنسبه بقى للدورات التدريبيه بتبقى مثلا مدتها قد ايه؟ احنا عندنا ورش عمل بتبقى غالبا يوم واحد لمده 5 ساعات، ورشه مكثفه دي بتبقى مجانيه تماما. بيبقى في لينكات كده موجوده على البيج عندنا على الفيسبوك او على الموقع عندنا يعني. الشباب بيدخل يسجل بياناته وبنتواصل معاه، بنديله ميعاد حسب طبعا اسباب التسجيل عشان الاعداد غالبا بتكون كبيره شويه. ورشة عمل لمدة 5 ساعات مكثفة بتتقسم لجزئين، جزء عملي بنعلمه كل حاجة عملي عن الموضوع ده، ازاي يشتغل واحدة واحدة، ونوري له كل حاجة طلعت منتج، كل منتج طلع ازاي، ايه شكله، ايه مميزاته، عيوبه وهكذا. والجزء التاني بنتكلم عن التسويق وخطط التسويقية اللي يقدر يشتغل بيها عشان يقدر ينجح في مشروعه. تمام. ماكينة أريج للطباعة، ايه أهم استخداماتها؟ هو احنا في الشركه بنشتغل في ماكينات كتير يعني. عندنا اكتر من مستوى، من اول مستويات حاجات صغيره، مشاريع صغيره، لغايه الناس اللي عندها مصانع ملابس او مصانع. احنا كل شغلنا ماكينات طباعه، طباعه ملابس،
وخامات دعائيه، خامات دعائيه زي المجات والميداليات وجرابات الموبايل والحاجات دي يعني. جميل كويس. وكمان ممكن تاخد مساحه بسيطه جدا في اي مكان. بالنسبه يعني للمكان بتاع، انا اسف بقاطعك، بالنسبه للمكان بتاع المشروعات الصغيره يقدر يحط في مساحات صغيره خالص يعني. مش يحتاج ان هو ينزل مثلا ورشه او محل ان هو ياجره ويبدا يشتغل، ممكن في بيته. لو حابب يشتغل من البيت في اوضه واحده في البيت يقدر يشتغل كويس جدا جدا. جميل كويس. بالنسبه بقى للماكينات، طب ممكن برضو نشرح حاجه حاجه؟ يعني نتكلم في نطاق المشروعات الصغيرة. تمام. ممكن اللي هو شاب بس لسه عايز يبدأ مشروع، يعني حاجة بسيطة عايز يبدأ مثلا بمبلغ صغير، يعني مثلا يبدأ بماكينة مثال إيه من مثلا؟ الماكينات دي ماكينات طباعة التيشيرتات مثلا. تمام. احنا بنعلمه ازاي يجيب التيشيرتات منين ويطبعها ازاي، ايه المعدات اللي هيحتاجها عشان يطلع طباعة جيدة يعني تتباع. جميل. وبنديله كمان دراسات يبيع فين ويبيع ازاي، كل ده بنوفره. طباعة التيشيرتات مثلا، طباعة المواد الهدايا زي المجات زي الميداليات زي جراب الموبايل. انا شفت جراب الموبايل ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا، المشروعات الجميلة اللي سوقها مفتوح جدا جدا في السوق يعني. ما هو جراب الموبايل فعلا منتشر قوي على السوشيال ميديا، اللي هو تبع الماكينة اللي تبع الشركة بتاعتكم بتعمله صور مثلا، لو حد عايز يعمل صورة لنفسه، لو حد عايز يكتب اسم معين، فكل ده طبعا متاح ومتوفر. مظبوط. فحاجة مزبوط. جميلة جدا. مظبوط. بالنسبة بقى للماتيريالز والمواد الخام، هل هو بيجيب ماتيريالز مكان معين ولا انتوا بتقدروا بتوفروا ده برضو للشركة؟ طبعا متوفرة في السوق، واحنا عندنا في الشركة موفرين كل الكلام ده، موفرين كل الخامات اللي هيحتاجها كأحبار كأوراق هيحتاجها معينة، كخامات الماتيريالز اللي هتبقى عليها، كل ده موجود عندنا إن شاء الله. تمام. حاجات معينة بقى يعني، يعني مثلا براندات معينة يعني، ولا ممكن يشتغل في جميع الأحبار وجميع الالوان؟ ممكن يشتغل في انواع معينه، بس في حاجات ثابته بقى ما عندنا خامات احبار معينه بنشتغل بيها، هي دي اللي يقدر يشتغل بيها، اللي هي الثابته بقى مثلا في الغسيل او كده ما بتتغيرش. لا خالص، نقدر نطبع اي حاجه بجوده طباعه عاليه جدا ما تاثرش باي غسيل او باستخدام. جميل. يعني انت بتقول للشاب تعالى وتعلم المشروع بتاعك، خد المكنه باقل سعر في الدنيا كله وابدا مشروعك، وادي الماتيريالز المواد الخام اللي هتشتغل بيها واشتغل. لا، وكمان بنديله داتا داتا كويسه جدا هتشغله، يعني احنا بنديله هارد ديسك مع المكنه. الهارد ديسك ده فيه فيديوهات شرحه كل صغيره وكبيره على المكنه بتشتغل ازاي، عشان بعد يعني احنا بنعلمه طبعا عندنا وهو بيشتري، وبعد كده ممكن يحتاج اي معلومه بيرجع للهارد ديسك ده، فيه فيديوهات شرحه كل التفاصيل. كويس. فيها برامج التصميمات اللي هيحتاج يشتغل عليها، وكورسات شرحها بالتفصيل من الالف ليه. فيها كورسات للتسويق الالكتروني علشان يقدر يشتغل من الزيرو، يعني لو حد خالص ما عندوش اي خبره تماما بالموضوع يقدر يذاكر واحده واحده كده ويشتغل لغايه ما يبقى بروفيشنال ويطلع شغله كويس جدا. هو طبعا اهم من الشغل التسويق بتاع الشغل، فانت طبعا موفر له التسويق وموفر له ان هو يتعلم على الماكينه ازاي. مظبوط. يعني مثلا ماكينه قريج للطباعه بتبقى اكتر للتيشيرتات ولا مثلا التيشيرتات دي ماكينه والمجات ماكينه؟ في حاجات متخصصه، في حاجات متخصصه للتيشيرتات، حاجات للمجات، حاجات لكده، وفي ماكينات متعدده المهام بتعمل كذا حاجه، يعني في ماكينات بيبقى مثلا جسم واحد للمكنه وليها اكتر من قطعه غيار، يقدر يشتغل على التيشيرتات، يشتغل على المجات، يشتغل على الميداليات، يشتغل على الكابات، على اطباق. جميل. حاجات كتير وهكذا. كويس. طب احنا معانا مداخله هاتفيه. الو. 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 ايوه، ازيك يا سيلا؟ ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا مبسوطه جدا بجد والله ان انت جايبه يعني استاذ احمد معاكي في البرنامج، يعني ميرسي ليكي. استاذ احمد نموذج مشرف لشباب كتير جدا. انا استاذ احمد لو هو بس مش فاكرني، انا سيلا. لا فاكرك طبعا، يعني اتعاملت مع حضرتك، اشترت سيلة من ماكينه. البنات المجتهدين جدا جدا. احكي لنا يا سيلا، احكي لنا يعني انت اقبلتي على المشروع ده ازاي وتعلمتي فعلا ودلوقتي شغاله كويس ولا ايه؟ احكي لنا تجربتك مع ماكينه قريج للطباعه. والله انا على الفيس لقيت يعني ناس كده مشيره ان استاذ احمد كان بيدي زي كورس كده، كورس في الشركه، يعني رحت كده في حب استطلاع يعني، بس ما كنتش يعني الموضوع في دماغي قوي يعني، كنت شغاله كده اونلاين ببيع شويه حاجات، بس الموضوع كان عاجبني ان هو بيقول فكره جديده. جميل. فرحت فعلا سجلت اسمي كده على ابلكيشن عندهم ورحت حضرت، يعني حضرت معايا صراحه الورشه التدريبيه، اتكلم في كل حاجه بالتفصيل. جميل. يعني بطريقه مبهره جدا، وفي الاخر خالص راح اخر تقريبا نص ساعه مثلا او نص ساعه
ادى زي محاضره تسويقيه ان ازاي احنا نشتغل ونعمل ايه ونظبط الاسعار والحاجه كلها ازاي. طب والحاجات دي نفعتك في حياتك العمليه؟ جدا يعني هو جدا. انا لما ابتديت كمان يعني انا جيت له مره تاني بعد الكورس، ما يعني انا مشيت بعد الكورس على طول، جيت له تاني بعد الكورس اللي هو المحاضره اللي هو شرحها ديت، اتكلمت بقى معايا وقعد يقول لي ابدأي ازاي واعملي ايه. جيتي خدتي كورس تاني؟ هو ينفع حد ياخد 2 كورس؟ لا، ممكن يجي عندنا الشركه في اي وقت حابب يستعلم عن اي حاجه، حابب يقعد معانا تاني ياكد معلومات، بنقدر نعمل الكلام ده. جميل. بقالك قد ايه يا سيلا؟ بقالي داخله في سنه مثلا، سنه ونص. كويس، جميل. مع وانت يعني حاسه بقى بتغيير؟ حاسه بتغيير برضو في الشغل بتاعك وفي الدخل برضو حاسه بتغيير؟ جدا يعني. كويس. حتى لما يعني انا لما بعطل في شويه حاجات مش لازم اجي، هو حتى مديني رقمه ومديني رقم كذا حد من اللي شغالين في الشركه، بنكلمهم انا او اي حد من اللي شغال معايا اللي هو انا عندي المشكله الفلانيه، فورا فورا بجد يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله عليهم. الماكينه بتاعتك حطها فين يا سيلا؟ فاتحه محل ولا في بيتك؟ لا، هو الاول كنا في بيتي وبعدين اخذت كده مكان صغير بدانا كده فيه. بدات واحده واحده. جميل. بدات واحده واحده. انت شغاله على ايه؟ شغاله على ايه بالظبط؟ بقى سويتشيرتات، بورتريه. محمد صلاح بقى، الاطفال الشباب الولاد الصغنانين عايزين صوره محمد صلاح على طول. مامي شويه يعني مش محمد صلاح وكده بس يعني الحمد لله بطبع على سويتشيرتات وتيشيرتات وبراويز وحاجات كده يعني الحمد لله. والالوان فعلا ما بتطلعش، استاذ احمد بيقول الالوان ما بتطلعش، انا عايز اسالك اتاكد منك. فعليا والله فعليا جدا يعني الخامه بتاعت الطباعه. جميل. انا حاولت كام مره اللي هو ايه اجرب اي حاجه تانية، لقيت لا فعلا الخامه بتاعتهم كويسه جدا، وخامه السويتشيرتات فعلا نظيفه جدا، والطباعه لا يعني الحمد لله. جميل. سيلا، انت نموذج مشرف لسيدات كتير جدا قرروا ان هم يخرجوا بره الصندوق ان هم يعملوا مشروعهم الخاص. انا على نفسي انا كنت فاكره المشروع ده للشباب بس بجد بحييكي وشرفتينا بمداخلتك. استاذ احمد يعني حتى هو معانا كلنا يعني، انا كنت جايه له انا وخطيبي قعد يحفزنا ويقول لنا شويه حاجات وتشتغلوا ازاي وتسوقوا المنتجكم ازاي وان الخامه النظيفه هي اللي بتعيش وحاجات كده كتير. جميل، بحييكي يا سيلا بجد، وانت نموذج جميل جدا لسيدات وبنات كتير جدا، ميرسي ليكي. سيلا من البنات المجتهدين جدا، هي بنوته كمان ما شاء الله مجتهده. لسه بنوته ما شاء الله مجتهده جدا، ما يبان يعني عليها وخطيبها، وكانوا فعلا مش عارفين اي حاجه خالص يعني، هم جايين عايزين يعملوا مشروع ومش عارفين يبداوا منين ومش عارفين هيعملوا مشروع ايه، بس هم يعني في نيتهم ان هم يعملوا مشروع. بس هي كان عندها ميزه ان هي عندها اصرار يعني، عندها اصرار، اتعلمت في وقت قليل جدا يعني، عندها اصرار وكمان انت وفرت عليها حاجات كتير عشان هي ما تبحثش وتروح تشوف الماتيريالز فين وتتعلم تشتغل على الماكينه، انت وفرت لها حاجات كتير ووقت كتير جدا. هو بس احنا بيهمنا ان الشاب اللي عايز يشتغل ده يكون عنده اصرار انه يكبر، اصرار انه يشتغل، وانتوا بتساعدوه جدا جدا على قد ما بنقدر الحمد لله. ما شاء الله. لا هي سيلا بصراحه وبتشكر في حضرتك جدا وفي في الشركه جدا. يا رب يكون دايما عند حسن ظنهم باذن الله. ربنا يخليك. طب احنا معانا فيديو توضيحي للماكينه ممكن ننزل بيه؟ تمام.
معاكم بعد الفيديو، ما شفنا طبعا استخدامات الماكينة، حاجات كتير جدا، ساعات وجراب موبايل وحاجات كتير جدا زي ما شفنا في الفيديو والسادة المشاهدين شافوا معانا. حاجات حلوة قوي، يعني انا بجد اعجبت بكل الحاجات، جرابات موبايل والساعة، الساعة دي انا استغربتها قوي بس جميلة ما شاء الله. نقدر نطبع على خامات كتير، ده في خامات كتير جدا جدا نقدر نطبع عليها كمان غير الكلام اللي في الفيديو. زي ايه مثلا؟ براويز بانواعها مثلا، الدروع التذكارية، نطبع بقى حاجات زي بدات الماوس، البازلز، يعني حاجات كتير، تطبيقات كتير قوي نقدر نشتغل. العاب الاطفال برضو يعني يقدر بقى الشاب كمان يبتكر هو ويطلع منتجات كتير قوي يشتغل عليها. انت بتدي له بقى الحاجه وبتقول له الشغل ازاي والفكره ازاي وهو برضو يبدع من عنده. لازم طبعا لازم يبدع عشان يقدر يشتغل ويبقى يعني دايما رقم واحد في السوق هو اللي عنده حته الابداع. الشباب كلهم لو بقوا زي بعض ما بيبقوا نسخ من بعض، ما بيبقاش في حد متميز. لازم اللي بيبدع كل واحد ويفكر يخرج بره الصندوق. بالظبط. طيب برضو الشباب اللي هم المقبلين على الخطوه دي بيبقى هيجي في ذهنهم ثلاث اسئله. انا دلوقتي عايز اعمل مشروع، انا كشاب عايز اعمل مشروع، هبقى حابب اعرف المشروع، الماكينه اللي انا هشتريها الضمان بتاعها قد ايه عشان برضو ابقى مطمن، عايز اعرف مثلا قطع الغيار لو باظت هتبقى متوفره ولا لا، وهبقى عايز اعرف برضو سعرها عشان ابقى مطمن وعارف الخطوه اللي انا مقبل عليها دي هقدر ان انا ادخل فيها ولا مش هقدر. فعايزين نوضح بقى الثلاث نقط دول للساده المشاهدين. بالنسبه للضمان احنا يعني ما بنشتغلش في اي مكان بدون ضمان، الماكينات كلها عليها ضمان، قطع غيار رصانه بنوفرها سواء في الضمان او بعد الضمان. عندنا الحمد لله فريق مهندسين محترمين جدا جدا، مهندسين صيانه مميزين. جميل. بنقدر نحل اي مشكله تقابلنا في اي وقت بقى، في الضمان بعد الضمان، عنده اي مشاكل حتى يعني عايز اقول لك ان في ناس بتبقى شاريه معدات من مكانات تانية بيجوا يصلحوها عندنا ما بيلاقوش صيانتها في اماكن اللي اشتروا منها يعني. كويس. بالنسبه هو في صور دي الساعه تقريبا، دي الحاجات اللي بيطبعوا عليها بالظبط. طب الساعه دي بقى بيطبعوا على ايه؟ الجزء اللي بيطبعوا عليه ده معدن الداخليه جزء معدن بيتركب جوه الساعه. يعني مساحات صغيره ومساحات كبيره، الماكينه شغاله على كل الحاجات. عندنا بقى مساحات ممكن نطبع حاجات من اول سنتي في سنتي لغايه مساحات كبيره جدا يعني. صاحب المشروع بقى هو اللي طبعا اللي هو اللي بيجهز الماكينه ان هي مثلا حسب تطبع بقى بحجم المكنه اللي هو بيشتريها طبعا. احنا نقدر نبيع ماكينات صغيره، عندنا حاجات صغيره مثلا 20 في 30 و30 في 40. هي حلوه الصغيره دي بقى اللي هو يبدا بيها مشروعه. بالظبط كده، لغايه طيب. الحاجات الصناعيه الكبيره، المساحات الكبيره جدا يعني، احنا عندنا بالنسبه للقماشه لو حد عايز يطبع اتواب قماش كامله في ماكينات معدل كده يعني. حلو جميل ما شاء الله، اللي هو بقى ملايات وحاجات زي كده اللي فيها شغل كتير. كل الحاجات دي بالظبط. جميل بالزبط. الضمان حضرتك قلت الضمان قد ايه؟ الضمان من سنه لسنتين حسب نوع الماكينه. برضو الواحد بيبقى مطمن ان هو الماكينه اللي اشتراها دي مش شاريها كده وخلاص، بيبقى ليها ضمان، ليها قطع غيار لو لا قدر الله حصل عطل. بيحصل اعطال فعلا ولا ايه الدنيا؟ والله هي اي ماكينه بتشتغل بالكهرباء او فيها تكنولوجيا يعني لازم وارد يحصل بس فيها. بعد طبعا بس طالما الحاجه فيها ضمان، في قطع غيار، في صيانه، انا مطمن. ايوه تمام. بالنسبه برضو للاسعار مثلا بتتراوح في سعر في رينج كام مثلا يعني؟ بالنسبه للشاب لسه مبتدئ عايز يبدا حياته بمشروع ويكون بسيط على قده، وبرضو عايزين نعرف نسبه الربح او المكسب هتبقى في حدود كام عشان نسهل لشباب كتير لو عايزين يقبلوا على هذه الخطوه. طيب بالنسبه لسعر الماكينات يعني بالنسبه للمشروعات الصغيره ممكن من 6-7000 جنيه يبدا. كويس. واحنا طالعين يعني طبعا 6-7000 وهو قاعد في بيته ممكن يعمل مشروع ومش محتاج ياجر مكان، مش محتاج ان هو ينزل يفتح معرض يبيع فيه، هيبيع كمان اونلاين على السوشيال ميديا، فحلو برضو السعر جميل جدا. انا عايز اقول لك ان هو لو فتح محل هيقابله 1000 واحد موجودين في منطقه، انما شغال اونلاين احنا ما شاء الله 100 مليون يعني. والله ما شاء الله ده سوق كبير جدا جدا. ازاي انت برضو بتدربه اونلاين هيشتغل على مين بالظبط؟ انهي فئه؟ احنا بنقدر نقول له مين عميلك المستهدف وازاي توصل له والسبل والادوات اللي تستخدمها عشان يوصل للعميل ده. كويس. كل ده بنوفره له. جميل. تمام. طيب تمام، احنا كده عرفنا الضمان وعرفنا السعر اقل حاجه من 6-7. طب برضو عايزين بقيه الاسعار يعني؟ في اسعار بقى احنا بما ان الشركه شغاله في الحاجات الصغيره والحاجات الكبيره فاحنا عندنا من 6-7 لغايه الارقام الكبيره قوي. انما المشروعات الصغيره من 6000 ل 15000 مثلا، في الرنجات دي يقدر يعمل مشروعات كويسه يعني. بالنسبه لسيلا مثلا اول ما بدات بحاجه ايه مثلا؟ سيلا بداوا بحاجه صغيره كانت هي وخطيبها في نفس المشروع. كويس. كان في حدود ال 7000 جنيه، وبعد كده بقى هم طوروا كمان بعد فتره حوالي مثلا 5-6 شهور جم اخذوا حاجات تانية مثلا بحوالي 5000. طوروا يعني ما بيلاقوا الدنيا شغاله معاهم كويس بيبداوا ان هم ياخدوا حاجه تانية يكبروا الماكينه بتاعتهم عشان ينتجوا اكتر. هو حتى اللي يبدا بمبلغ صغير او بالمشروع البدائي خالص اول حاجه
ممكن بعد كده يطور عليه، مش هيحتاج انه مثلا يبيع الحاجات القديمه او يتخلى عنها ويشتري جديد، لا يطور عليه، يزود ماكينات تانية، واجيب ممكن اجيب عندي مثلا شباب صغيرين يشتغلوا واعمل زي ورشه، وممكن الموضوع يكبر منهم يبقى مصنع كبير. انا عايز اقول لك ان في ناس بدات المجال ده معانا بالصدفه البحته، يعني ما شاء الله النهارده عندهم فروع في كل اماكن، يعني ما شاء الله. جميل ما شاء الله بجد، يعني نموذج مشرف يا استاذ احمد بجد. الله يكرمك الله يكرمك. طيب تمام. برضو انا بدات ب 7000، انا كشاب، انا دلوقتي بتكلم كاني شاب، الشاب بدا ب 7000، عايز اعرف مثلا هجمع 7000 دول في خلال قد ايه، والمكسب بعد كده مثلا يعني بيتراوح برضو. والله هو انا عندي وجهه نظر في الحته دي. انا ممكن اكون ببيع حاجه بكسب فيها 100 جنيه انما في الاخر مش عارف ابيع غير 2 3 في الشهر، فبكسب 200 300 جنيه. حد تاني ممكن يكون الحاجه بيكسب فيها جنيه انما قدر يبيع 5000 فكسب 5000 جنيه في الشهر. ومثلا انا هشتري حاجه بسعر كويس، هقول لاصحابي واصحابي يقولوا لاصحابهم، ففعلا اللي بيبيع بسعر قليل هيكسب اكتر. لا مش دي وجهه النظر برضه. انا اسف، انا اقصد ان التسويق اهم حاجه، لو الشاب اتعلم يسوق صح واتعلم يبيع صح هيعرف يكسب كويس قوي. احنا هامش ربح عندنا في القطعه كبير جدا، يعني الحاجات بتكسب كويس وهامش ربح ممتاز. النهارده الشاب لو نزل يشتري سويت شيرت مثلا مطبوع مش هيلاقيه اقل من 250 300 جنيه، هو يقدر ينفذ السويت شيرت كله ما يكلفوش مثلا 120 130 جنيه وهيبيع ب 250 جنيه زي المحلات. فهو احنا هامش الربح عندنا كبير. قصاد هامش الربح ده احنا بقى بنقف معاه في الحته دي في التسويق، بنحاول نعلمه التسويق علشان يقدر يبيع بقى كتير، يكسب من المية دي 10 في الشهر فيقدر يعمل رقم كبير. واقف قدامه مثلا حصل له دروب او مشكله بيكلمك بتساعده ولا هو بقى بيتعامل مع نفسه؟ والله احنا عندنا ارقام تليفوناتنا، يعني الناس بتشتكي مننا ان احنا دايما تليفوناتنا مشغوله. طبعا ارقام التليفونات واسم البيج موجودين قدامنا على الشاشه للتواصل مع شركه قريج للماكينات الطباعه. بيشرفونا في اي وقت طبعا. ربنا يخليك. استاذ احمد شرفتنا ونورتنا، كانت حلقه جميله واستفدنا والساده المشاهدين استفادوا كتير. ولو اي حد عايز يعمل مشروع صغير يبتدي مشروع صغير، حتى لو مش يعني ممكن يحضر الدوره التدريبيه ويشتري بعدين طبعا في اي وقت. تمام. يتواصل مع استاذ احمد مع شركه قريج لماكينات الطباعه، وانتظرونا بعد الفاصل. شكرا.